مساء الخير عليكم. هاو الحق المواد أكتوبر روز، دونك شهر أكتوبر الوردي. إن شاء الله يكون كله ورد علينا كامل. بعد هاد السنتين اللي جوزناهم، هاد لي دوزان اللي جوزناهم في يعني مع الكوفيد ومع المرض ومع يعني الناس حزنت بزاف، ربي يصبرها، كاين اللي فرحت ربي يكمل لها. مي ما لازمش نهملو هاد الجانب تاع سرطان الثدي اللي نعرفوه باللي راهو داير يعني حاله في في في, في النساء، وهذا الشيء عالميا ماشي برك في بلادنا. دونك حنا جايين انا نقول لهم لو كان ما نتكلموش على الكانسير دو سان وما نعطوش هذه المعلومات، سي كوم سي اون ايتي ان سيتوياسيون دو نون اسيستانس ا بيرسون ان دانجي. حنا نعرفوا باللي النساء راهم في خطر، راهم في خطر. علاش؟ على خاطر سرطان الثدي اللي كان في التسعينات يمس تقريبا 300 مرأة في بلادنا في الجزائر، راهو كصبح يعني يقيس تقريبا 1400 براتيكمون 14000 مرأة في يعني على مستوى كل الولايات على مستوى الجزائر. على هذيك اللي اليوم رانا نتكلموا ورايحين نتكلموا ونزيدوا. علاش ما نحبسوش من الهضره حتى نولوا كيما البلدان اللي ولا يعني اصبح فيها سرطان الثدي كمرض، يعني مرض مزمن يتعالج بكل بساطة ويكون يعني شفاء مضمون. احنا هذاك الوقت بالك نقلوا من هذا التوعية وهذا التحسيس، ولكن إلى يومنا هذا شفنا بلي الأمور ما تغيرتش بزاف. يعني كاين نساء اللي راهي تقدم الكشف المبكر، بصح كاين بزاف نساء تاني اللي راهي تخلي روحها وتجي في مراحل يعني ما نقدروش يعني نوصفوها لكم. على هذيك اللي رانا نكرروا في التوعيه تاعنا ونقول لكم باللي سرطان وشنو هو سرطان لازم نتعرفوا عليه، على خاطرش دونك ما نتعرفوش عليه ما نقدروش يعني نروحوا نديروا هذيك الوقايه ولا نتقبلوها. دونك سرطان عباره عن ورم يجي في الثدي، وهذا الورم راح يكون عنده عده اشكال، ما عندوش شكل واحد. لو كان جا عنده شكل واحد نقضيو عليه نهائيا ونعرفوه، ولكن يقدر يتوصف بعده يعني اعراض، منهم يعني الاعراض اللي نشوفوها الاكثر في الاستشاره الطبيه تاعنا هي الحبه هذيك اللي تجي في الثدي. يعني تجي المراه تتقدم الى الاستشاره تقول انا مسيت حبه تاع حمص ولا حبه زيتون ولا حبه جوز، ولكن في 90% من الحالات هذيك الحبه جوز ما راهيش حبه جوز، راهي حبه تينا ولا حبه يعني نقولوا حتى بالتيخ. دونك حنا واش ماذا بينا؟ حنا ماذا بينا المراه اللي تجي تكون ما مست حتى حاجه، المراه كي تجي تقول انايا جيت باش نكشف على الثدي تاعي وعلى الصحه تاعي، حبيت نتاكد بلي الثدي تاعي راهوك صحيح. وجوستومون هاد التدخلات اللي رانا نديروهم عن طريق لو جورنال الصحه، يعني ونشكرهم بالمناسبه، هما اللي راهم يخلونا يعني نوجهوا ونوصلوا هذه التوعيه وهذه الرساله فيما يخص وقايه حول سرطان الثدي. يعني هاد الشيء هدايا لازم نسا كامل تكون واعيه باللي سرطان الثدي راهو يعني ممكن الشفاء منه نهائيا اذا كشفنا عليه بكري. وهاد التدخلات رايحين يواجبوا على كامل التساؤلات اللي راهي نسا اليوم يعني تسائل عليها وتقول رايحين ندخلوا في وشنو هي المراحل اللي راح تمر بها المراه عندما تصاب بورم، وشنو هو العلاج، وشنو هو ما بعد الحياه ما بعد العلاج. ويعني رايحين نركزوا حتى على الجانب البسيكولوجي ان شاء الله في الحصص اللي رايحين نقدموها لكم. وشكرا على المتابعه.